ومنها اجتماع الهم منه بربه بمرضاته يسعى سريعا معظما. قال رحمه الله: ومنها اجتماع الهم منه بربه بمرضاته يسعى سريعا معظما. وهذا سبب من أسباب صلاح القلب، وهو علامة من علامات استقامته وصلاحه، أن يجمع همه على مرضات ربه. قال: ومنها، أي من أسباب صلاح القلب، اجتماع الهم منه بربه فيجمع همه على ربه، واجتماع الهم على الرب جل وعلا بأن يكون غايته في الدنيا ما يحبه ربه جل في علاه، ما يرضي الله عز وجل. فهمه في هذه الدنيا هو أن ينال رضا الله تعالى، لا يشتغل بغير الله عز وجل، يسعى إلى رضاه، لا يلتفت إلى سواه. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة من كان همه رضا ربه فيما جاء في المسند وغيره بإسناد لا بأس به، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. هذه عاقبة من جعل همه في غير الله عز وجل، فرق الله أمره، وما فرقه الله فلا جامع له، وجعل فقره بين عينيه، ومن كان فقره بين عينيه عمي عن الاشتغال بغير هذا الهم، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له منها، أي أن ذلك لن يدرك به أكثر مما كتب له من الدنيا ولا بشربة ماء، فإنه لن ينال شيئا غير مكتوب. أما من جعل همه الله تعالى والدار الآخرة فعلى خلاف ذلك، جمع الله أمره فلا يناله شتات ولا فرقة ولا حيرة ولا ضلال، بل هو مجموع، والجمع يدل على الصيانة والحفظ وبلوغ الغاية والمقصود. جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه، وهذا هو أعلى ما يكون من الغنى كما تقدم، فليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى عن غنى النفس كما قال صلى الله عليه وسلم. وأتته الدنيا وهي راغمة، أي جاءه ما كتب الله تعالى له منها من غير اختيار. لكن انظر إلى الفرق بين الحالين. حال الأول قال: ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له منها، وأما الثاني قال: أتته الدنيا وهي راغمة. وهذا يشير إلى أن الله يطوع له بطاعته والإقبال عليه ما لا يدركه بغير الطاعة. فما قال في الثاني: ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له منها، إنما قال: وأتته الدنيا وهي راغمة، في إشارة إلى أنه بإقباله على ربه واشتغاله بمرضاته يدرك من فضل الله وعطائه وبره وإحسانه أن ييسر الله تعالى له الخيرات ويبلغه الأماني. ومن ذلك ما جاء في حديث أنس في الصحيحين: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم سبيلا للاستزادة في الرزق، سبيلا للاستزادة في جميل الذكر أو طول العمر، يعني لأن قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، الإنساء في الأثر قال فيه العلماء قولين: القول الأول أنه الذكر الحسن، والقول الثاني أنه طول العمر، وكلاهما قد يكون مرادا فينال بصلة رحمه طول العمر والذكر الحسن الذكر الجميل.